جرايه زينه ده اسمه كلام. في واحد يتقدم لواحده في كافيه. مش عاجبك يا اخويا نقوم نمشي. يلا قومي فز. هدي هدي بس الحال. هدي الحال هدي الحال. جرايه يا ابني ما تتكلم وتخش في الموضوع، بقى لنا ساعه قاعدين ما قلناش حاجه مفيده. انا مصدع مش قادر اتكلم. خش انت بس في الموضوع وانا هكمل وراك على طول. وانا مالي؟ وانا اللي هتجوز ولا انت؟ ما ترد لي الجميل يا اخي. وانا مش اتقدمت لك قبل كده ولا اجيب حد غريب يتقدم لي يعني؟ حاضر. بص يا حاجه بقى الله على الجد والجد الله الله عليه، واللي اوله شرط اخره نور. استنى هنا كلامك معايا انا. قومي فزي روح اقعدي هناك على الترابيزه. لا معلش بقى، انا قاعده مع خطيبي وبعدين دي جوازتي لازم احضر الاتفاق. خطيبك؟ بعدين اللي عامله في شعره ده؟ ما انا اللي قايله له يعمل كده. انت مالك ومال شعري؟ دي تفاصيل، خلينا نتكلم في اساسيات الجواز. بص يا اخويا، المهر بالدولار. نعم يا اختي يا زينب، ده انت عمرك ما شفتي دولار. اه يا اخويا هشوفه على ايدك. خلاص خلاص ما تزعلوش مع بعض، انا اعرف واحد صاحبي شغال في السوق السوداء هغير منه. يعني الفلوس طلعت دلوقتي يا عم ترامب؟ يا بنتي يا وزه ما تحبكيش. تعالي هنا بس انا بعززك، مش كفايه اللي حصل فيا؟ عززيني. مش كنت انت ودي الطلبات فيها كل حاجه. ماشي هننفذ طلبات ست الكل واللي تؤمر بيه، وان شاء الله يوم الخميس اللي جاي كاتب الكتاب والشبكه والدخله. شيل ايدك يا بت، شيل ايدك. ايه خطيبي؟